مرحبا معكم فيديو جديد فلوج جنقات ارينوت. صح، انا عرين. انا عنود. اليوم الفلوج راح يكون هننقل على بيت جديد. جايز انا كتير متحمسة لحتى ننقل على بيت جديد. وانا كمان. واخيرا إلنا كتير زمان عم ندور على بيت تاني. صح. لانه بيتنا شوي صغير، فالحمد لله لقينا بيت مناسب إلنا ورح ننقل عليه. انا كتير متحمسة لحتى اوريكم البيت. وانا كمان كتير متحمسة وهتقبوا فيديوهات جديدة للبيت. مظبوط. هلا احنا تقريبا قراب كتير من البيت، رح نطلع انا وياكم وعنود على البيت ونوريكم اياه وهو فاضي. صح، لسه ما نقلنا عليه. طبعا رح نعمل جولة في بيتنا ونوريكم اياه وهو مزبط على الاخر. يس، وطبعا جولة في غرفتنا. هذا الشيء اكيد. رح نجيب غرفة جديدة كتير احلى من غرفتنا هديك. صح، فانا كتير متحمسة للبيت الجديد وان شاء الله بيكون بيت خير علينا ونهدى بالنا فيه وننبسط كتير. يس. اوكي جايز، قبل ما نبلش بالفيديو لسه حطوا لنا لايك وشير سبسكرايب، تضغطوا على جرس التنبيه حتى يوصلكم كل جديد نزل على قناتنا. مزبوط. واذا بتحبوا تابعونا على الانستغرام والتيك توك. وبس هيك، هلا خلينا نبلش بالفيديو. ليتس جو. تمام، هلا وصلنا على البيت. اول اشي رح ندخلكم من باب الدار. اوكي، هذا باب الدار. ايفت باب البيت. يعني الكنادر. مظبوط. في مراية طبعا. هيك شوفوا اكبرها. حط هون الجاكيتات. جاكيتات بالشتاء والشوز. يس. عشان تلبسها وتطلع من البيت دغري. صح. وهون في عنا درج، هن التوب ان دوبلكس. هلا اول شيء ناخذ فوق على الطابق الاول. تمام، هذا هو الدرج اللي حكيت لكم اياه عنود، لانه في طابق فوق. وبعدين وين بنروح؟ على المطبخ. المطبخ طوالي وطلع المطبخ. طبعا المطبخ فيه مليان خزانات. هذا هو المطبخ، رح اوريكم اياه. هيك عندنا هون المجله محل ما نغسل الصحون ونحط غسالات الاطباق تبعتنا. وهون عندنا الفرن والغاز. هذا الغاز رح يتغير، ماما ما بدها اياه. اوكي جايز، خلصنا هاي المنطقه. هلا هاي المنطقه بحط في البيت ثلاجه. مزبوط، رح نحط ثلاجتنا. شوف الديزاين اللي هون كثير حلو. اوكي، بعدين بنطلع من المطبخ دغري. في عندنا برندا هون صغيره مكلتمه، يعني هيك الاطلاله. هلا رح اوريكم اياها صح اكثر، بس هي هاي البرندة تبعتنا. وبنخرج من البرندة عوين؟ على الصالون. قلت اوكي، طلعوا صالوننا قديش كبير. رح اوريكم اياه. مضبوط، عندنا هون هذا الديكور رح نحط عليه التلفزيون. وعندنا هون الاطلاله هيها. رح احاول افتح لكم الباب لحتى اوريكم الاطلاله. هلا رح اوريكم الاطلاله. هيك اطلالة المطبخ والصالون. جايز بتجنن، حبيت الفيو كتير. اوكي هيك، وبعدين رح نطلع من الصالون ونفوت. وين؟ ايه رح نفوت. هلا هذا الحمام بكون الي ولعنود. هون في عنا البانيو او الشاور يعني، وهون المغسلة وعليها مراية. هاي. اوكي، هذا هو الحمام. قد ما طلعنا من هذا الحمام، هاي هي الطرقة. نمشي هيك. مظبوط، عقب فيتنا. اوكي جايز، احلى اشي بالغرفة شو؟ الشواهيك. يس. واخيرا جايز، كمين انه الشمس تفوق الشباك. هاي الاطلالة كمان نفس اطلالة الصالون والمطبخ. البيو بجنن. وغرفتنا القديمة ما كان في شبابيك، هلا عنا شباكين، واحد الي واحد لعندي. يس. شوفوا ما اكبرها. طبعا بس نجيب الغرفة لانه رح نغير غرفتنا انا وعنود، رح نرتبها على ذوقنا كيف احنا بدنا. يس. اوكي. طبعا رتبوا الفيديو تاع غرفتنا لانه الفيديو لحاله بتكون غرفة كثير حلوة. صح. اوكي، بعد ما نطلع من غرفتنا هيك، هلا بنفوت على غرفة الاهل هون. عندنا هون عندهم برندا والاطلالة بتجنن، الفيو بسطل. وكمان معها حمام ماستر. شالكونية ما في لوك. هذا هو الحمام، صغير شوي بس انه اتس اوكي. هون عندنا الشاور، رح يتغير هذا الباب اكيد. وعندنا هيك، وهون عندنا المغسله رح اوريكم اياها. اصغر مغسله عن جد. هاي المغسله مع هاي المرايه. تمام، هلا رح نطلع من هون نروح على الطابق الثاني. مضبوط. ليتس جو. جايز هذا هو الدرج. هيك هيك. الطابق الثاني زي ما قلت لكم بيتنا دوبلكس. اول شيء بعد ما نطلع من الدرج، في عندنا هون غرفه صغيره. تمام. وقلبها شباك. صح. تعالوا لكم الاطلاله. الشباك كمان راسي. عشان ايوه
هيك بتكون الإطلالة. واو تحفة كتير. اوكي رح نسكر نرجع الشباك ونروح على الغرفة اللي شغالة. قبل ما نروح على الغرفة الثانية في عندنا باب ثاني هو هذا نقدر ندخل منه ونطلع منه. وكمان عندنا خزانة كنادر نفس اللي تحت بالضبط. هاي هي نفس الغرفة عندك بس كأنها جاية بالعرض ونفس الإطلالة. صح هاي ثاني غرفة بالطابق الثاني هيك تقريبا بتكفي شخص واحد. الغرفتين بتكفي شخص واحد. قلت بعدين بنيجي على الغرفة الثالثة اللي أكبر في هاني خزانة للمخزن تقريبا بنخزن فيها أي شيء بدها إياه ماما. هدول أغراض الناس اللي كانوا قبلينا. صح وبعدين في عنا هون هي زي على روف جاي الطابق هاد على روف هيك. في عنا هون مطبخ صغير هيك متلتل كله رح يتغير من الغاز للشفاط لكل شيء لحتى يكون أرتب منظره هيك. نشوف هون في ثلاجة صغيرة مثل تحت بالضبط. قلت وهاي هي الإطلالة. شوفوا في أكثر من شباك هون أكثر من شباك. أوكي فتحنا لكم شباك لحتى تشوفوا الإطلالة. شوفوا اطلاله هاي احلى اطلاله عن جد. الفيو بجنن الفيو. وثاني شيء احلى شيء في هذا البيت في كل مكان في شمس يعني البيت بتهوى براحته. يس نطلع من هون. هلا في عندنا كمان نفس الديكور اللي تحت اذا بدنا نحط تلفزيون او قاعده نسهر احنا والعائله هيك انه بالصيف كثير حلو صار هون. في مطبخ صغير عشان ما نضل نطلع صح من هالطريق. وهون في مكان برضه مخزن صغير تمام. بس هيك بعدين اخر شيء رح نروح فيه على الحمام. اوكي هيك بتكون المجلة اكبرها نغسل الاطباق دول. هون بكون انا عم اصور هون عين وهون عين دش الدش او الشاور يعني بس. اوكي بعدين تعي عمود بعدين رح ننزل تحت اللي هو الطابق الثاني اللي وريناكم اياه قبل شوي. صح بس هيك هذا هو بيتنا ان شاء الله رح نظبطه ونرتبه ونعمله احلى بيت كثير. فانا كثير متحمسه لحتى ننقل غرفتنا الاكبر. يس انا كان كثير مبسوطه انه احلى شيء بالبيت انه في شمس جايز وفي شبابيك اخيرا وهو مظبوط. تمام لهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى عجبكم بيتنا. طبعا لما يتعفش نحط فيه كل شيء رح يعجبكم اكثر واكثر. غرفتنا كثير حلوه واكبر كثير من هذيك زي ما انتم شفتوا. بس طلعت غرفتنا طبعا هنعمل لكم فلوج. احلى شيء في البيت كان انه غرفتنا فيها شباكين مش واحد. اخيرا الشمس هتدخل على الغرفه. انا بحب الشمس كثير اخيرا هتيجي على غرفتي. تمام وترقبوا ان شاء الله بعد هذا الفيديو رح نعمل لكم جوله في بيتنا وهو معفش. يس اوكي جايز بس هيك بتمنى انه عجبكم بيتنا. واذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وشير سبسكرايب وتضغطوا على الجرس اللي تحت حصلكم كل جديد. واذا بتحبوا تتابعونا على انستغرام وتيك توك. وبس هيك بحبكم كثير استنوا فيديوهات جديده ولايكات جديده عقبات جديده. باي باي.